نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة بني سويف تدريبا لرفع الوعي حول قضايا العنف ضد المرأة ذات الإعاقة. يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، حيث يحتوي التدريب على تدريب تثقيفي توعوي للأسر والأشخاص ذوي الإعاقة حول قضايا العنف ضد المرأة ذات الإعاقة والإيذاءات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها وآليات الحد منها. التدريب ده خاص بالأسر الأشخاص ذوي الإعاقة واللجان المنتخبة ومجالس الإدارة، وده بيتكلم عن قضايا العنف والتحرش وخاصة للمرأة ذوات الإعاقة. بنتعامل بنكون في التدريب بنعلمهم وبنعرفهم كويس جدا بحقوقهم، وبنعرفهم كمان أنواع التحرش وإزاي كمان بتحمي أطفالهم وأولادهم من أي إزاءات. إحنا المجلس القومي للمرأة بنشتغل على ملف المرأة ذات الإعاقة، بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوصل رسائل التوعية المتعلقة بكافة الانتهاكات مناضة العنف ضد المرأة، إزاي إن هي تحافظ على نفسها من التحرش، ولو أم الأشخاص ذوي الإعاقة إزاي إن هي تعرفهم حقوقهم، وإزاي إن هي تحافظ عليهم، وإزاي إن هي تتم دمجهم داخل الأنشطة التنموية المختلفة. بشكر الهيئة القبطية الإنجيلية للتحالف الوطني، بشكرهم والشكر الكبير ليهم إن هم وقفوا وساعدوني مع ابني وكل الجمعية، ان هم وقفوا معايا وعلموني ازاي اتعامل معاه. انا جيت النهارده عشان احضر ندوه تبع الهيئه القبطيه الانجيليه للتحفل الوطني، وتعلمت ان انا احافظ على نفسي واخد واعرف اخد حقوقي كويس.